لما دخلت نادي الزمالك طبعا سلمت على الناس كلها، طبعا انا انبهرت طبعا بكابتن حازم امام، يعني بحبه من زمان حتى مسمي ابني على اسمه. لما نزلت الملعب والجماهير بتشجعك، لو قلت لك ان انا لعيب منتخب ولعيب بكسب اي فرقه في الدوري ومحقق مركز ثاني في انبي وعندي ثبات انفعالي غير عادي، لما نزلت استاد نادي الزمالك وشفت الجماهير انا بقيت استخبى من الكوره. انا بس اقلمت، مش اقول لك بعد تمرين وثلاثه، بعد الثالث ماتش من الدوري، يعني قعدت شهرين عشان اتاقلم انا فين، وانا لاعب منتخب وجاي من نادي دوري ممتاز وامكانياتي الحمد لله انا واثق في امكانياتي كويس قوي. فانت لما تحس حاجه زي كده او ممارس اللعبه او عشت في الواقع ده، اقدر اقول لك اللعيب ده زمالك، اللعيب ده اهلي، مش اي لعيب اهلي، يلعب زمالك واهلي. هو ده اللي انا عشته والله العظيم. من تاني تمرين وتالت تمرينه انا كنت خايف انزل اتمرن. برهبه انت بتتكلم في 10000، ده بتروح نادي ام بي مفيش جماهير، تروح المنتخب مفيش جماهير، انما تيجي تنزل في تمرين مش ماتش تلاقي 5000 و3000 متفرج بيشجعوك. رهبه ساكت، انت مطلوب منك تفوز، ازاي بتلعب على مستوى عالي، كل لعبه موجوده معاك على مستوى عالي، الموضوع مش سهل. انت كل ما تروح التمرين تلاقي 3000 2000، تمشي في الشارع تصور معاك، حياتك اختلفت.